اهلا وسهلا فيك انطوني، تفضل. اهلا وسهلا فيك انطوني، انت بكلو دي فينيكس، مصنع صغير صحيح بس بيعمل البيض كتير طيب، نعمل ابيض وروزي واحمر. نحن بلشنا نزرع بال 2003 كابيرني سوفينيون، بعدين زرعنا سيرا، بعدين غرناش بوفيتر، واخر شيء شاردوني، وطعمنا المرسان على غرناش لانه كان عندنا كتير غرناش. نحن هون موجودين بإيد الباترون، هيدا عيد بيي، والأراضي ورثناها أنا وخيي من بيي. روزي معمولة من سيرا 100% واسمها فريسك لأنه الكنيسة الضيعة فيها جدرانيات فريسك وهي بتنشرب مسقعة. عنا نبيدين أبيض، واحد اسمه إميريس، جدي بي أمي من بيت قبل لما عمل بكفية كان يعمل نبيد وكان مسميه إميريس يعني بتيت برنسيس، جانا أخذنا الاسم. تاني أبيض معلوم من المروح، جدي باي باي زارع العرايش هون بقدي فوق 130 سنة عمرو العرايش، وعملنا أبيض وكتير ناجح وسميناه أفندي، كان يشتغل بالدولة اللبنانية والأتراك عطوه تيتر أفندي، بس هيدا التيتر مات معه ما بيورقته الأولاد. عنا كابيرني سوفينيون 100%، سيرا 100%، عنا غرناش 100%، عنا سيرا سان سوفر ما في ولا نقطة صفر، وعنا سيرا عادي، وعنا كوفي دو لا سيتاديل يلي هي سيرا غرناش مورفيتر. هاي اسمي داني حنا، من زمان بحب فكرة المطاعم، بحب دوق الناس اشياء طيبه، الكول طيب، كعك فورم جريل، واكيد برماتي معك هن اللي خلوني اعشق الاكل اكثر ما انا بحبه. من بعد فورم جريل اخر بروجيكت كنا عم نعمله، وهيك علاقتي انا وداني صاحبي من احنا وصغار، بلس بيطلع بيساعدنا بالايفنت، صرنا نقول بدنا نعمل شيء، واز ليه هالشيء ما بيكون بضيعتنا، بقيت خمس فشخات عن بيته و100 فشخه عن بيتي بقلب ضيعتنا بشيء كتير حلو. هيك بلشنا بالفكرة، وكنا كتير ضايعين ومش عارفين شو بدنا نعمل، لوصلنا بالآخر كير ريستو واين بار. عم نحكي اليوم بسبعة سيجنتشرز بقلب مبيد، يعني قدام مبيد أورجانيك وطيب. جينا بعد رح نعمله أب سكيل، اليوم يكون في عنا سبعة سيجنتشرز من المبيد بلس أكيد كوكتيل بار كتير زغطور، ليكون اللي عايب عباله يزورنا يدوق أكلنا الطيب، ما بكتير بحب مبيد يكون عنده تشويس تاني يشربه. والأكل هو فيوجن، يعني شوي إيطاليان على شوي فرنش، ليكون شيء بيمشي مع الواين أكيد. ليه كلو دي فينيكس؟ كلو دي فينيكس أول شيء غير أنه بيتضايع عنا، هو مبيد كتير طيب، من أرض قدة وبس، من أرض معروفة سيرتيفايد أورجانيك، وما عم نحكي حكي تنقول، يعني حيالله حدا في يشوف الشهادات اللي موجودة. هالعلاقة يلي هي قدة كلو دي فينيكس هنبيد الكتير طيب، حبينا هيك نجي نعمل اللي نحن بنعرفه مع هالناس يلي هن كتير بروب مبيد، يلي هن ولاد ضيعتنا، يلي كتير هيك من اول نهار كنا حاسين انه ما في ديتيلز نحكي عنهم، كل شيء واضح، كل شيء اتنيناتنا بهمنا كيف نفرجي قدي حلوه، كيف المبيد ياخد حقه اكتر، وكيف من تاني ميلة هالقعده الحلوه وهالسانسيت يكون مفتوح لكل الناس وبسيرفيسز جديد. بيت طيب، بدنا العالم تختبر الاكل مع المبيد، لانه كل شغله بالمبيد لها اكله معينه، بدنا الناس تجي تنبسط. نحن بنفتح كل الجمعه الا نهار الثلاثاء بنسكر، المحل بيفتح من الخمسة ل 12 سانست. مارك جايين على الاوبننج مغلبط بالعنوان، تعال طلع تفضل. يلا جاي. ما بعرف، قال لي بتلقط الزوم، قلت له ايه، شو ما بعرف شو صار، قلني له تعال معنا على الاوبننج. ما فيك تفرجيه طبيعة وشجرة. جيزال كرم
صار إلي من 2007 بالمصلحة. اشتغلت جاسترونوميك، اشتغلت بانكويت، اشتغلت بلا دو جور، اشتغلت كله عم اشتغل مع شفية. فاليوم صار دوري اني انا افتح اعمل اوبنينج لكير. عامل كوكتيلات كتير حلوين من بيد وريحتها بتبلش مهم كتير سموكي فريش. واو سويت شوي نبيد بيجي هيك بالاخر. يلي بحبه واللي ما بحب نبيد بنبسط فيهم. طعمته موجوده بس ما انا حد سالته لروي شو اسمه، قال لي سمي على ذوقك. فرانس سميه على ذوقي. بكره ساعه الانتروجر بكون سميهم. بعدنا اليوم اول نهار بري اوبننج، لونه حلو، شفتوا الشمس كيف عم تلمع فيه، ريفرشنج. ويلا كوكتيل ورا كوكتيل ورا كوكتيل. صار وقت ندوق الاكلات ونشوف كيف كوكتيلات مركبين تيلبقوا مع الاكل. تشيرز. روي كتير حلوين الصحون. شو الناس بتاكل هون بأي طريقة؟ خلينا نبلش مثلا كيف فكرنا هون شو عنه؟ هون عم نحكي عن مشمش مجفف. اوكي. جوت تشيز مع صوص عسل وأورانج وولنوت. هون هون الديت محشية بلو تشيز منفوفة ببيكن وأكيد جليزد شوي بباربيكيو. هول بعدنا الأبيتايزرز. يس. قبل الأبيتايزرز كمان فيكم الواحد إذا عباله يعيش الإكسبرينس التقليدية، عم نحكي أكيد التشيز أند واين أو البلاتو يلي هو شاركوتري وتشيز. أربع أنواع بأربع أنواع. حلو كتير، ريفرشينج. خبرنا عن خبزات. خبزات كمان ساور دو توب كواليتي، جايين خصوصا لعندكم. يس. وبيك رولز كمان من ذات المحل. هون كمان عنا سمعناهم بيك رولز بس هن صنع في لبنان. يس. بالبطرون. بالبطرون. اف. عم نحكي عن مثل بيجل مقصوصة رفيعة، تابناد، بلاتوم، انجويبل نيبلز، قشة خفيفة، نظيفة، قريبة على القلب، منا مفلسفة، تلبق مع نبيت، تلبق مع السانسيت اللي عم تشوفه ورانا، قاعدة حلوة، انجويبل. أحلى شيء شو قعدته لروي قدامي وقلت له عود تندوق الأكلات. عم بيقولوا بيفرج. أنا معود المشكلة بس أكون معك بتصورك بتاكل برجع باكل. تعودت. كلكم تعرفوا لروي، تعرفتوا على روي. روي بنبرم سوا بالضيع. روي part of the team. هلأ صار وحده هو وداني، فتحوا شي لقلهم، نحن حدهم تندعمهم، وبالآخر كلنا سوا، كل واحد حاسس حاله عم يربي ابنه. شو يا روي، ساعدك بشي، بدك شي، كله منيح. فإن شاء الله بيعطيكم experience كتير حلوة وعقبال ما يصير عندكم 10 مطاعم. Thank you. Cheers. بدايتهم طيبين كمان. هيدا ما فيك تعرفي، حاسس حالي مثل كأنه واحد من ولادي تخرج. أنا كمان كتير ما بعرف شو بنعمل وقتها بتخرج الولاد. كتير إحساس حلو، كتير مبسوطين فيه، كتير حلوين الصحون. هيدا السلاد قديش غنية، طلعوا كمية اللوز، طلعوا الجوز، طلعوا الفريش انجريدينتس إن كان التين. مش بس هيك، هيدا السلاد اللي وصلت هلا أنديف قديه كلاسي. عملك دوقة؟ واو بواق اوفا اوف. هيدي نجاسة مخمرة بالمبيد. شطور الصبي قوي كتير. لا انت اخدتيهم. وينني انت خلصتيهم. حرامي انت خلصتيهم. ما تركت لي ولا وحدة حياتي. انت خلصتيهم. روقوا 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 روقوا. هيدي لتابناد لتورا تابناد. عنا
الأوليف نوار فيرت، وهي فيها هي الواين مع طومات سيشي. بس سوري كله بيجي بطوم. هات ما خلصت هوليك. شحالك بعد تيفي بقى. Amazing bread, amazing bread مع الزيت اللي عليه، التحميصة الخفيفة، very fluffy sourdough, amazing filling. Top and sweetness, top. حبيت الجام اللي بقلب المربى، حبيت الأروغولا أو الروكا اللي جواتها، حبيت الكواليتي تبع الجامبون أو البروشوتو الموجود جواتها، الجبنة، الخبزة. أنا بتعمل. Very good حياتي، very good. كتير 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 قوية. هاي بتربح. هلا في اشياء بعد. لهلا. وينينج. صار وقت الجر. اجى البرجر ليكي على لحمه، ليكي سمكتها. وعندنا الخبزة اللي هي بانيني بريد الروعة. شكلها الصوص طيبة. الصوص طيبة، الخبزة طيبة، قرشة الكبيسة كورنيشون اللي جوا طيبة. عم نحكي عن شيء غورمي فعلا. نرجع على الخبز، نرجع على الزيت الزيتون اللي هون، نرجع على شقف الدجاج، السماك، الجبنة. فيري كلاسي، فيري كلاسي، فيري كلاسي. فيك تبلش. أوكي. اسمح لك. فيري جود. طعمت الجريل. برافو يا شباب، برافو كلوب. لمن زست، زعتر، واضحين انه الدنتي، شقف الدجاج لايتلي كريمي، برش الحامض. بلشنا نعلى بالليفل، بلشنا نعلى بالليفل شوي شوي. بيوتيفل فليفر، طعمه الدجاج تجي بالاخر، برش الحامض روعه روعه، لايتلي كريمي منها ثقيله وحرزانه. بوشن لشخص واحد. جود جوب. شو حياتي؟ ما حكيتها. عينك بس كل صحونة. ما عيني هون، انت برملي دهرك. هيدي دغري سريعة، ما اخذنا لها صورة ولا شيء. عنا هون اللينجويني مش ملزقين ومش رافصين على بعضهم، بصحن حلو وغميق بيلفوا على بعضهم حلو. الدنتي في جبنة واضح، لفت على الشوكة صح. Not your average meat. عنا لحمة مشغولة منقوعة، صوص مشروم بيوتيفل بيوتيفل دان. هاي تشيري اون توب، تشيري اون توب. بس هيدي رح افكر بمرتي واخذ اياها، لانه كثير مهمه. انبسطنا، اكلنا شيء طيب وختامها مسك. طلعوا نجاصه
بوشي او فان روج مع ريد واين ايس كريم كانيل. مين عملها هي؟ واو او ماي جودنس. الشيف اشتغل شغل حلو وعملوا اكل طيب كله بعقد وبرجع كمل هاي اذا ما كنت جوعان كتير قوية. لكن اكتر شغلتين بقيت براسي حسيت انهم award winning sandwiches all the way وهاي ان شاء الله بتصير على top 10 list of must eats in the Batroun region. لازم بوقها. Thank you guys. Good job. Thank you. Bravo. See you. Bon chance. وإن شاء الله بتوفقوا. أنا بقلكم بنوين بسطنا تصلينا صرنا ضحكنا شربنا ورح نرجع من بعد ما أرجع من السفر. حلو الأجواء فجأة تكون واينري وفعلا فعلا فعلا great mood. يلا good night. تقلوا الشرب تحت.